لكم فيديو جديد عن أفضل التعديلات والإضافات على أسلحة الورزون. سلاحنا اليوم سلاح الام جي من أسلحة الفانغارد وهو DB27. DB27 سلاح الام جي للمسافات البعيدة والمتوسطة ويمتاز بالدمج الجيد والثبات المعقول. بتمنى منكم الاشتراك في القناة ومساعدتنا في نشر الفيديو والضغط على زر اللايك إذا أعجبكم الفيديو. خلينا نبلش ونشوف التعديلات. مازل هالمرة كان خيار الام اكس سايلنسر هو الافضل لانه بحسن الدقة بالاضافة لوجود كاتم للصوت. بارل رحت هاي المرة مع 680 مم B02D لتحسين الدقة الاكيورسي والقدرة على السيطرة على السلاح الريكويل بالاضافة لانه بيزيد البوليت فيلوسيتي بس راح يقلل الفليكسبيليتي او مرونة السلاح خصوصا بالكلوز رينج، وبما انه السلاح مخصص للمسافات البعيدة والمتوسطة فما راح يكون لها تأثير كبير. اندر بارل رحت مع الكارفر فور جريب الخيار الاول لتحسين الهيب فاير والريكويل كنترول بشكل اساسي. خيار الام 1941 جيد لكن بحسن فقط الريكويل كنترول بدون تأثير على الهيب فاير، فبالتالي كان خيار الكارفر فور جريب هو الافضل. الذخيرة الخيار الرابع 105 راوند، بما انه سلاح الام جي فدايما بيمتاز بثقل بالام بالاضافة لثقل بالحركة، وبدك اشي يعوض هاي الاشياء السيئة بالسلاح او السلبيات، فدائما عدد الطلقات او الذخيرة الموجودة معك هي التعويض الاساسي لإلها، فكان خيار 105 راوند هو الافضل. في خيار 47 راوند جيد بس للأسف الفرق بينه وبين 105 راوند فقط انه الريلود اسرع، فبالتالي خيار 105 راوند كان الافضل. رير جريب رحت مع البولمر جريب عشان الدقة والسيطرة على السلاح. الستوك الزاك S3 تاك بيزيد الكنترول وبيحسن السيطرة على السلاح من خلال القدرة على التصويب أثناء الجري. البرك الأول رحت مع الهارد سكوب برضو عشان الأكيوريسي والقدرة على السيطرة على السلاح. الأمونيشن رحت مع لينثند عشان مدى السلاح بيزيد مدى السلاح. البرك الثاني كان الفول لودد. أخيرا الأوبتيك، أنا خليت هذا التعديل أو الإضافة للآخر لأن بنظري هي أهم إضافة أو أهم تعديل على السلاح. جربت على السلاح السليت ريفليكتور وجربت الجي 16 2.5X، كانوا ممتازات من ناحية الأيم داون سايد سبيد لكن كان في صعوبة بالسيطرة على السلاح أو السيطرة على الريكويل تبع السلاح. خيار الام كي 18 سن فلتر كان ممتاز من ناحية الرؤية، والأيم داون سايد سبيد كان في صعوبة بالسيطرة على ريكويل السلاح، فكان أفضل أوبتيك للسلاح وبيعطيك إضافة ممتازة من ناحية الدقة والريكويل والأكيروسي اللي هو الـ SVT-14PU. هذا الأوبتيك تحديدا للسلاح ممتاز جدا، بيخلي السيطرة على الريكويل تاع السلاح أسهل. أما بخصوص السلاح الثاني فأنا بفضل تشيل معاه سلاح SMG. الببش حاليا ممتاز، الـ MP40 برضو ممتاز، وبتقدر تشوف تعديلاتهم موجودات في القناة وراح يظهروا عندك في نهاية الفيديو. في النهاية بتمنى منكم الاشتراك في القناة ومساعدتنا في نشر الفيديو والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو، وبتمنى أسمع آرائكم وتعليقاتكم على التعديلات والإضافات. وإذا كنت حاب تلعب بأحد أسلحة المودرن وورفير فحاليا سلاح الـ CR أماكس ممتاز جدا، وبتقدر تشوف أفضل التعديلات عليه من خلال اللينك اللي راح يظهر عندك أعلى يمين الشاشة.